حياكم الله أصدقائي، شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. هسه طبعا رجعنا من جامعة بغداد، الحمد لله شكر. هذا هو الكتاب، هو الكتاب هذا طبعا التحقيقات الاستقصائية التلفزيونية بصورتي، هذه صورتي طبعا زي التنكر اللي ممكن طبعا في حلقة التسول بكثير من التفاصيل. هذا الكتاب يعني يتضمن منهج كامل تدريسي، منهج كامل تدريسي. هذا الإهداء، الإهداء هذا منهج كامل تدريسي، يعني يبدي من صفحة 56 تفاصيل كيف تصنع فيلمك الأول. إنه فريقنا هو اللي كان متواجد، لأن هاي حلقة التسول، طريقة البناء، التحقيق الصادق. هنا أنا تصوير الجزء الثاني، المونتاج، عدد الفريق والتفاصيل اللي موجودة، سلامة اللقطات التصويرية، اتخاذ الإجراءات الكاملة لإبراز اللقطات. يعني هو هذه غرفة المونتاج اللي كانت سيناريو تركيب الحلقة، هذه المراجعة الذهنية والقانونية، ردود الأفعال وخطوات الإصلاح. وهذا أنا كان حقيقة أنه هو الرد، كانت من رد وزارة الداخلية على الموضوع، هذا اللي رد اللي كان. هم كل ذلك ذاكرينه. فالحمد لله وشكر مبارك لنا ومبارك للكادر هذا الإنجاز. بالمناسبة أنه هذا الإنجاز ما حاصل حقيقة، أنه بالقنوات المحلية ولا برنامج محلي. أعتقد أنه هذا أول برنامج عربي وبرنامج عراقي أنه يدخل حقيقة منهاج تدريسي. هذه الحلقة في دور المسنين، وأيضا حلقات انسيرتات عن حلقاتنا، وأيضا عن حلقة التسول وتفاصيلها، لأن هذا الكتاب حقيقة كانت فيه معلومات مهمة، ولكن هو بدروس تعليمية، يعني خطوة ثانية، يعني مثل ما تلاحظون خطوة ثانية خارطة ذهنية بدروس تعليمية، يعني مو كتاب، مو رواية وكتاب إنه إحنا نقرأ، ولكن هو بدروس تعليمية راح يكون للطلبة. هذه أيضا سيرتات عن شغلنا وتواجدنا. هذه الصورة، هذه الصورة اللي كانت، هذه المتسولة اللي هي كانت الجدي وعدها طبح إنه عدها هذه البيت، هذا البيت وهذا البيت وهذا المحل وراتب تقاعدي. فهنا وضحنا حقيقة أنه هم أغلبهم ما محتاجين.